من رقة البحر وشموخ الجبل ورحابة الصحراء، هذه المدينة وهذا الجمال. عدن شواطئها ذهب ولآلئ، ونوافذها تعزل أشعة الشمس فلا تدخل ريح إلا هبات النسيم العليل. ومن كريتر إلى جولدمور إلى الشيخ عثمان، من المعلى إلى البريقة والتواهي، إلى حيث خلاصة العالم وأيقونة التاريخ وأغنية المهد، لوحة فنية لم يطمثها من قبل شاعر ولا فنان. هي خلجان وشواطئ، ترتص بيوتها كسطر، كما لو أنها تؤدي طقوس ضيافة ومراسيم استقبال يومية. نظام تخطيطها الحضري وتماسك معماريها المدني مع انسيابات جغرافيتها البديعة، تمتص حركة الناس وزحمة الأنفاس، فإذا هي هدوء وصفو وأناقة وحسن هندام. إنها سياحة بامتياز تحالف فيها التاريخ والجغرافيا، فكانت هذه الصدفة الأرضية عدن تغفو بين يدي جبل وحضن بحر. والزائر لهذه المدينة يجد فيها بغيته السياحية ومجتهاه الروحي والوجداني، خدمات راقية ومتوفرة في كل تفاصيل المدينة، شاليهات رائعة وفنادق متنوعة من مختلف الدرجات والمستويات السياحية، ومطاعم سياحية وشعبية تقدم ألذ الوجبات وأخلدها مذاقا، ووسائل نقل تربط المدينة مع بعضها، وحدائق غنى ومتنزهات ومتنفسات وخدمات واتصالات وإنترنت، تحف معمارية تناهز آلاف الأعوام وما زالت تحتفظ ببريقها الأول وسحرها القديم. عدن موسم يومي للسياحة وامتداد غامر للفرح، ودهشة ترافق زائرها مع وعد بالعودة والمتعة.